طبعا. طيب اذا 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 السيد الصدر قال اريد انتخابات مبكره، الا ان ينزل الى الشارع يطالب بالايفاء بهذا، بالايفاء بمنهاج الوزاري، ويطالب بهذا الامر. اي هذه الورقه وثيقه العهد اللي بيناتهم يطالبون بهذا الشيء اي بهذا الوقت. ولكن ان تفي الحكومه تقول لك لا احنا شارفنا وعدنا منهاج وخلينا نكمله وما اعرف ايش، وراح هذا وتماطل و يعني القنوات الاعلاميه اللي هي صديقه الحكومه كثيره راح تذهب باتجاه ان لا جدوى من انتخابات مبكره. هذا مثل ما هسه مثل ما ذكرته قبل شويه، قلت انك حكومه خدمات موجوده عندنا، فموجود مقتنع الشارع بان اكو حكومه خدمات. هذا الشارع مقتنع؟ اكيد الشارع مقتنع. قد نسبه تماما مقتنع الشارع؟ الحمد لله والشكر يعني نسبه عاليه، نسبه عاليه جدا والحمد لله. هاي مؤشراتكم في مجلس النواب ولا مؤشرات سياسيه؟ لا مؤشرات واقعيه وفق معطيات الشارع. القناعه تامه. زين؟ اي القناعه تامه. احنا القناعه تاتي من معلومات مغلوطة غذي بها عقول الشعب، لذلك يعني معلومات أو جانب بها الحقيقة، جانب الحقيقة بها معلومات وشوش بها على الشعب هي هذا. هذا الجيوش الإلكتروني لحكومة السيد محمد الشياع تتروج إلى أخبار مغلوطة؟ أنا ما أعرف هسه إن كانت هي تابعة للحكومة أو لا، ولكن أنا أشوف وسائل التواصل وصفحات عجيب غريبة، شنو منين تجيب الكلام ومنين تجيب. زينك ليش ما راقبت لما طلعت أرقام الفلكية وصلت 550 و900 ألف دولار على جيش إلكتروني لحكومة محمد الشياع السوداني، وما تجرأ مجلس النواب أن يسأل، بل مجلس النواب ما تجرأ أن يستضيف أو يستجوب وزير أو وكيل وزير. من يراقب؟ ما احنا قلنا يا حبيبي أنت ليش تخرب الأصدقاء؟ أنت ليش تفرق الأحبة؟ والله العظيم والله الزايده يعني انتم الاعلاميين راح تفرقون الاحبه، تتحملون ذنب ليش؟ احنا دا اقول لك ثلثين البرلمان اكثر من ثلثين هو حبيب الحكومه، انت شو ليش تفرق الاحبه؟ خليهم الناس هذا وعايشين الناس بهدوء، والاعلام حلو، واحنا وصلنا الى ما وصلنا اليه افضل مما تصل دبي ب 30 سنه وغيرها من هذه الكلام، وشبابنا كلهم اشتغلوا، وطريق التنميه راح يشغل لي 200 الف، وميناء الفور راح يشغل لي 50 الف، وما اعرف ايش وصلنا هيجي، وكلها كلام لا يغني ولا يسمن. والله لو مد بعمل هذا المجلس واجينا على التواريخ والارقام وراقبنا بالشكل الدقيق لكثير من هؤلاء اللي هم يتبجحون ويتمنطقون من مستشارين ومدراء عامين وبعض الوزراء، والله يخيسون بالسجن. ولكن انا لله وانا اليه راجعون. ما حد يقدر يدخلهم السجن؟ ابدا ما حد يدخلهم السجن. ما حد يقدر؟ اي.